علشان تلقى الخير قدامك اوعى في يوم تقطع أرحامك. حبايب الحلوين كل سنة وانتوا طيبين ورمضان كريم. حلقتنا النهاردة صلة الرحم وكرم الضيافة. حلقتنا النهاردة مختلفة. ده انا لسه هقول ازيك يا جدو اصلا. ازيك يا جدو؟ انت مش شايفه الواد فلت عامل ايه يا حنان يا بنتي؟ ماله يا جدو؟ ايه اللي مش عارف داخل متاثر قوي كده. مالك يا حبيبي يا فلت؟ ما الدنيا كويسه فيك؟ انا كويس الحمد لله. لا لا، الصوت الواطي ده يوحي ان في حاجه، في دراما وتراجيديا في الموضوع. مالك يا روحي؟ هو بيوحي فعلا. طب قول، اتكلم. افضفض فضفض يا روحي، قولي اللي في قلبك. عبر عن نفسك دلدة. يا حبيبي حلو المعنى نفسه. هو انا ليا مين غيركم؟ طبعا يا روحي، انتوا واصحابي اللي في البيت. اصل انا اكتشفت كارثه يا ماما حنان. انجز. اكتشفت ان ماما وبابا مش بيحبوني. ازاي تقول كده؟ جبت الكلام ده منين؟ ازاي تقول كده؟ وجبت المعلومه دي منين اصلا؟ بالدليل القاطع مما لا يدع مجالا للشك. ايه ده؟ هو انت تحس انه ايه ده؟ تحس انه محامي ولا ايه؟ بص، هو اداني احساس كده انك هيبقى لك مستقبل جميل قوي في الدفاع. بس ايه اللي خلاك تحس الاحساس ده؟ ما احنا نعرف بقى القضيه بتاعته. يمكن يكون كلامه الكبير ده. يعني يا جد هو ما اشتكلكش وحكالك؟ ولا اعرف حاجه يا بنتي. ما انا بكتم في قلبي. لا لا، بعد الشر عليك، انت هتخليني كده اتخض عليك ليه؟ فضفض يا ولد، ما تعصبنيش. بفضل اكتب اكتب اكتب. لا 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 يا حبيبي، لا بعد الشر عليك. بقول لك ايه، ما يعني انا مش قادره اتمالك نفسي، لانك مسكر في كل احوالك. مسكر وانت متضايق، مسكر وانت متعصب، مسكر في كل حاجه. حبيبه قلبي اتفضل يا ولد. انا شكلي هجيب شنطه هدومي واجعيش معاكي خلاص. طب ايه اللي خلاك تقول كده؟ هقول لك بقى. يلا. امبارح كنا عازمين عندنا في البيت خالته كوثر. والنبي صح، كوثر جات لكم امبارح يا ولد؟ ايوه، وخالته احسان. محدش قال لي يعني. ماما كانت عامله حسابها ان حضرتك تيجي، بس كانت عارفه ان عندك تصوير. ما يجراش حاجه، كمل كمل. لا ما ماشي. لازم حضرتك تنورينا بكره. ماشي. المهم بقى، ابص الاقي بقى ايه، حسن ابن خالتي كل لما اجي امد ايدي على حاجه يروح هابرها. الله. ابص لماما واصغر لها، والله يا ماما طب انا ما دقتش الحمام المحشي يا ماما، ناوليني حمامي. ابص الله ما شاء الله. حسن يا بنت، استنى يا ولد، كنتوا عاملين حمام محشي؟ ومن اللي قلبك يحبه، بس انا ما دقتوش. بسم الله عليك، ده انت مش تعيط، انت تتشحن. طب اهو يا حبيبي اهرضي. يا حمام يا محشي. كمل كمل. المهم ان حسن يرتجع ابدا. اجي ابص للحماميه من دول واصغر لها كده بطرف عيني. الاقي بقى ايه؟ طبعا مؤدب بقى، انا ما مدتش ايدي. اروح غامز ماما. ماما انا ما دقتش الحمام المحشي، لو سمحتي حماميه. طبيعي تديك، الطبيعي تديك. اديكي قلتي، الهي ربنا ينصفك يا ماما. طبعا انا امي حبيبي، اتفضل. كان فاضل حماميه واحده في الطبق، راحت قالت لي استنى يا فلتة لما حسن ياكل، خد يا حسن يا حبيبي كل الحماميه. وانا لا. طب اقول لك حاجه يا بابا، هو ده اللي مزعلك يعني؟ طب هقول لك حاجه يا فلته، هو ضيفك يا قلبي، هو جاي يوم وماشي. ما انا هقول لك بقى، ما ماما كل شويه تقول لهم انتوا مش ضيوف براحتكم، انتوا مش ضيوف براحتكم. ايوه طبعا. طب ايه دي حقيقه يا حنان يا بنتي؟ اما هو النهارده عندي بكره عندك. خلي بالك، يعني انت النهارده هو عندك ضيف، انت بكره هتبقى عنده. بص بقى، ما تعملش زيه خالص، اوعى تنشن على حاجه وتفضل قاعد على السفر. معقوله؟ ايه ده؟ ايوه يا روحي، هتبقى حسن التاني، هتبقى يعني حد تاني زيه بالظبط. تبكى، هيبقى تقليد اعمى يا بابا، من غير ما تفهم ماما كانت بتعمل كده. بموت في جده. بعد اذنك بقى يا حنان يا بنتي. اتفضل يا جد. هقول له كلمتين. اتفضل. بص يا حبيبي، في حاجه اسمها اداب الضيافه. ومن اداب الضيافه يا فلتة يا جميل انت، انك تستقبل ضيفك بالبشاشه زي جدك بشوش كده، والابتسامه الحلوه. الله. عشان دي ليها اجر كبير عند ربنا. صح يا جد. ان كان على قد الابتسامه ابتسم من هنا لهنا، ما تزعلش. بسم الله ما شاء الله، بقك يعني بيقول. استنى بس يا ابني، اصبر على رزقك. وكمان لازم تحسس ضيفك انك انت مش طايقه. ليه بس كده يا حبيبي؟ ركز مع جده يا ولد. تحسسه بانك انت فرحان ان هو جه عندك البيت، ويكون فرحان فعلا يا جدو. ايوه، لانه لما بيعزمه كده بيرضي ربنا سبحانه وتعالى. طبعا، ده انا هقول لك بعد شويه حديث لسيدنا النبي. ايوه، هيخليك كده اي حد يدخل عندك وينشن على حاجه تروح تحطها له كده وتقول له ايه، تفضل يا روحي، تفضل يا حبيبي، ما تبقاش متعصب ولا متضايق. اقول لك الحديث ولا جدو خلص حديثه الاول؟
استني اكمل كلامي. كمل يا جد. اتفضل. من ضمن اداب الضيافه اطعام الضيوف من احسن الاكلات اللي موجوده عندك. تحط نوع واثنين وثلاثه، وده هنا ما اسموش تبذير، ده اسمه اكرام للضيف. لحظه يا جدو، بس منت في الظروف الراهنه دلوقتي احط صنف واثنين وثلاثه؟ خليك منطقي، خليك منطقي علشان اعرف اسمعك. ايا كان يعني اللي موجود. ماشي يا جدو. والاهم من ده كله، من اداب الضيافه، انك ما لا تنظر الى طبق الغير وطعام الغير. صحيح. ليه صحيح بقى؟ كده. انت كده بتحسسه بالاحراج. أيوة. انك انت مثلا كانك ولد محروم ما بتاكلش، ايه نفسك في الحاجه اللي قدامه؟ إيه لا طبعا، هو بياكل هو كده بيتأفف وزعلان، وممكن يكون كمان نفسه اتسدت عن الطعام. لا ولا اتسدت ولا بالظبط، كنت لسه هقول لك، هي لو كانت اتسدت كان جه حبيبي النهارده كده يعني متضايق ومتعصب. اه والله. كان ساب له فردت الحمامه وكان كلها، وما كانش النهارده اتعصب فلته. طب انا هسألك سؤال يا فلته. يا ابني ده حمام، ده حمام يا جدو. طب انا عارف يا بنتي، وبيطير. هو ايه اللي بيطير؟ ده الحمام اللي بيتاكل كده على طول. بيطير على البق. ايوه بيطير على البق. سندوتش يا جدو. اقول لك بقى حاجه يا استاذ فلته، سؤال مهم جدا يطرح نفسه. اتفضل. انت بتستنى لما الناس اللي عندك ضيوفك يخلصوا اكل وتقوم، ولا بتقوم قبلهم وانت متضايق؟ انا طبعا لما حصل موقف الحمامه دي رحت رازع الطبق ورحت قايمه. اه اخس عليك يا فلته. هنا بقى الغلط يا حنان يا بنت. طبعا. ايوه كده لازم تقعد لحد ضيفك ما يخلص اكله ويقوم من على السفره يا ولد. وتشيك على الاطباق. واقعد اتحب. بقولك شيك على الاطباق. ثانيه يا بنتي، شيك على الاطباق ايه ده؟ هو علشان خاطر ما تحسشوش ان هو لسه جعان، حاسس ان هو جعان. فردت حمام تانيه من جوه يعني عشان ياكل براحته. بص الحادثة دي، جدو بيقول كلام هو صح جدا وجميل جدا، بس انا يكون عندي فردة حمام جوه شايلها لنفسي واقوم اطلعها كده. يعني الموضوع محتاج عزيمة. حبيبة قلبي يا ابو محمد. محتاج. بص هقول لك حاجة، انا هفكرك بالحديث بتاع سيدنا النبي وافكر نفسي بيه. ايوه. خلاص. عليه الصلاة والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق. أنا أخش أجيب له فردة الحمامة اللي في المطبخ وهحطها له. إيه ده يا حنان، أنت عاملة حمام؟ يا إيه ده؟ ده أنا قلت ما كنتش عايزة أقوله، كنت عايزة أعملها لكم مفاجأة. إيه طرب بالفريك ولا بالرز؟ معلش. بص يا جدو، أنا عاملة بص يا جدو، أنا عاملة كل اتنين هيشتركوا في واحدة. حاجة كويسة. جمعية. وبعدين نصها فريك على نصها رز. يا واد. وخدت لك الكبد والقوانص بتاعت الحمام وعملت لك بيهم طبق كده عشان لو مش حابب تاكل الحمام يا جدو. مين ده اللي مش حابب؟ انا هطلع من الاستوديو على الحمام على طول. طب ما انت عشان سنانك يا جدو. لا ما تقلقيش، انا سناني حديد. وانا الركبي حديد. افتكرنا افتكرنا عادل امام دلوقتي. ربنا يدي الصحه يا رب. ده انا كنت جاي مقهور. لا خلاص بقى. لا بس انا دلوقتي معقوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصانا على الضيف؟ طبعا. يا نهار ابيض. طبعا سيدنا النبي بيقول لك اكرمه، طلع له واديله، اكله. وبس بايه بقى؟ بحب. بجد ما احطش الاكل عيني فيه. الولد بعد شويه يخش التويلت، ومن التويلت هيروح في حته ثانيه. يا كبدي يا ابني. ما يصحش كده يا ولد. طب انت عارف الحميات على طول. عارف لا بعد الشر. لما تعزم حد عندك في البيت سواء بقى من قرايبك او من اصحابك، بعد ما يمشي من البيت اي حاجه وحشه في بيتك بتخرج وراها على طول. تخيل بقى، ربنا بيبعدها عنك علشان انت اطعمته. صح يا جد. صح يا جد. يعني البيت هيبقى فيه بركه وخير لو انا اكرمت ضيفي؟ طبعا ويزيد. والحمام ده سبحان الله تلاقيه بقى غيه كده موجود ازاي وما تعرفش. تبص لي الحمام على الحمام يا حبيبي. اصل انا بصراحه الحمام ده بالنسبه لي حاجه كبيره، هو وديك الروبي. طب يلا بينا نعمل الحمام. حلقتنا خلصت يا فلته، انت وجدته. كل سنه وانتم طيبين. يا خساره. وكل يوم بيعدي من رمضان بجد الواحد بيبقى عايز يقول والنبي ما تمشي. يلا كل سنه وانتم طيبين. وانت طيبه يا بنتي. وان شاء الله بكره في نفس الميعاد مع ماما حنان وجدو بشوش وفلته الفنان. استنونا باذن الله. اشكركم والى اللقاء. مع السلامه.